حضرتك شفنا الزمالك امبارح بيلعب 4-1 4-1 و4-2 3-1، غير في اكتر من طريقه، ولكن اخر 10 دقائق قلقت جماهير نادي الزمالك. يعني لما اتضغط على دفاع نادي الزمالك ظهرت الخطوره، وكان ممكن يستقبل نادي الزمالك هدف. ازاي يتفادى ده امام الشباب؟ فانا بقول لك ده يعني ده طبيعي، انت ضمنت النتيجه زي ما قلت لك، في 2 3 طلعوا من الفريق الاساسي بيحتفظوا بالكره بيقللوا الضغط شويه عليه، فيمكن ده كان طبيعي ان يحصل اخر 5 دقائق او 10 دقائق كتير قوي زي ما انت بتقول يا محمد، ان هو حصل فيهم الضغط. الحمد لله ان هم ما وفروش عن اهداف، لان ممكن الاهداف تنفع في المجموع. ممكن ماتش الشباب طبعا اللي احنا شفناه امبارح، حاله الشباب وحاله النصر اللي شفناها امبارح، اولا فرقتين مميزين قوي في النواحي البدنيه وفي القوه، فدي يعني دي يمكن عندنا احنا حته الفنيات اعلى شويه، لكن هم القوه لا، والسرعه برضه النصر يمتلك فنيات عاليه، ولكن امبارح النصر ايه، ما دس بنزين جامد. يعني النصر امبارح ما لعبش بكامل اوراقه. يعني انت تحس امبارح ان النتيجه بالنسبه لهم هم الاثنين مرضيه، وتفكيرهم في المباراتين اللي جايين يعني كان كل واحد فيهم مش عايز يخسر من الثاني. خليني اقول صحيح. لك ان مباراه الشباب انت لازم تكون حاضر جدا فيها. برضو انا اقول لك حاجه يا محمد، يعني احنا مش عايزين نكون طماعين قوي، يعني مباراه زي دي انت لو طلعت فيها ما قدرتش تكسب ما تخسرش، مجرد عدم الخساره ممكن يكون سبب في صعودك. هو مكسب يضمن للزمالك التأهل بشكل كبير. هل طب في اللقاء اللي جاي أوسوريو ممكن يحتفظ ببعض الأوراق على دكة البدلاء علشان تكون أوراق رابحة ليه في الشوط الثاني؟ ممكن نشوف شيكابالا ما يبدأش بيه، ممكن نشوف يعني أسماء كبيرة يقعدها على الدكة وتكون قوة ضاربة في الشوط الثاني، ولا لا هيبدأ بالقوة كلها؟ لا انا اعتقد ان هو مش هيغير في التشكيل، يعني انا اعتقد ان هي المجموعه اللي هو بدا بيها اعتقد هي اللي هيبدا بيها، لانها دلوقتي هي الانسب وهي الاجهز. الا اذا فكر في تفكير واحد بس ان هو يضيف حد ثالث، وانا حابب ان هو لو ضاف حد ثالث يا محمد ما يضيفوش في خط الظهر، يضيفه في وسط الملعب. يعني لو اوباما تسجل، لو اوباما اتسجل وكان يقدر يلعب في اللقاء، ممكن نشوفه في بدايه الماتش ولا ممكن لا يكون لا بديل؟ لا لا، انا بحب اللعيب اللي بيدخل على الفرقه دي ادخله تدريجي مع الفرقه. يعني مثلا هو لو حب يحط السيسي بكره جنب عمر جابر ودونجا، حب يحط رؤى ويلعب 3 مثلا ويريح شيكابالا ويخلي زيزو مثلا، او مثلا نضاي لو رجع يلعب نضاي وزيزو ويخلي شيكابالا ينفعه في الشوط الثاني. امكانيات شيكابالا برده الشوط الثاني بتسمح له بكثير قوي ان هو يقدر بينزل تبقى حاله كويسه وهجوم، او يلعب بنفس الطريقه دي. انما مش عايز زياده في خط الظهر، انت لو ضغطت نفسك بدري مع فريق زي الشباب ممكن تعمل لك مشكله.